عشان كده دايما يا جماعه بنأكد على المرضى ان هو يختار طبيب عمل العمليه كتير، عنده خبره عاليه فيها، وبيهتم جدا بنسبه نجاح العمليه بتاعته، لان الطبيب اللي بيهتم جدا بنسبه نجاح العمليه هيراعي كل طرق نجاح العمليه. واهم حاجه في العمليه بتاعتنا هي التعقيم، ازاي ان اوضه العمليات نفسها تكون معموله بتكنولوجيا عاليه، ازاي الادوات اللي بتستخدم للمريض في معظمها تكون ادوات جديده لسه مفتوحه للمريض، ازاي ان احنا التمريض والمساعدين الموجودين يبقى عندهم كفاءه عاليه ان هم يحضروا اوضه العمليات بطريقه ما تسمحش ابدا بحدوث عدوى، المضادات الحيويه اللي بياخدها المريض قبل واثناء وبعد العمليه، المضادات الحيويه اللي بتتحط في الوش اللي بتتحط في الدعامه، كل الاعتبارات دي لما بناخد بالنا منها، طريقه اجراء العمليه، الجرح نفسه، الخيوط المستخدمه، كل الحاجات دي لما بتتعمل مظبوط ده بيكون نتيجته ان احنا بنحقق نسبه نجاح عاليه والعمليه بتتم بنجاح وما بيحصلش مشاكل. الحمد لله احنا عندنا شريحه كبيره جدا جدا من المرضى عملوا عمليه الدعامه وما عندناش مشكله في اي مريض، الحمد لله.